مساء الخير، اليوم الحلقة برعاية الجزائر. مثل ما وعدكم كل حلقة رح يكون في معنا علم عربي إلى جانب العلم اللبناني بناء على تسلسل البلدان العربية عندي على اليوتيوب. عملت إحصائية من يومين سألتكم فيها إذا بتحبوا إجمع لكم مقاطع مهمة من حلقاتي القديمة بفيديو واحد، وحطيت احتمالين: لا لأنني شاهدت كل حلقاتك القديمة، نعم لأنني لم أشاهد كل حلقاتك القديمة. وكانت النتيجة أنه 81% منكم لم يشاهد الحلقات القديمة، وهيدي المعلومات النفسية 81% منكم لم يعرفها، لأنه 81% منكم لم يشاهدها، وهي عبارة عن مقاطع جمعت لكم إياها بفيديو واحد. صحيح هيدا الفيديو طويل، مدته طويلة، وكتير أشخاص بعرف أنه يمكن بصير عندهم ملل أو ما بحبوا يشاهدوا مقطع هالقد طويل، لذلك وتسهيلا على المشاهد واختصارا للوقت رح اترك لكم بصندوق الوصف وبأول تعليق عنوان كل مقطع من المقاطع اللي رح تمرق بالفيديو مع الدقيقة اللي قطع فيها هيدا المقطع. فيك تنزل مباشرة على صندوق الوصف أو على أول تعليق، وكل عنوان اللي بثير اهتمامك أو بيجذبك فيك تقدم عليه بمقطع الفيديو. أيضا تركت لكم رابط كل فيديو كامل متكامل في حال حبيتوا تحضروا الحلقة من أولها لآخرها وليس فقط المقطع اللي راح حطه بهيدا الفيديو. وأيضا بدي أخبركم شغلة، إنه هيدي المقاطع بتختصر رحلة المليون بقناتي على اليوتيوب، حيث بدأت بشهر 7/2018 لشهر 12/2020 كنا صفر مشترك لوصلنا لمليون مشترك بظرف سنة ونص. وهالسبب أيضا حطيت تاريخ كل حلقة لأنها بتعني لي أنا شخصيا برحلة المليون. كنت صراحة هيدي القناة أنشأتها قبل شهر 7، ولكن ما كنت كتير عم بشتغل عليها، يعني كنت حطيتها فقط لتنزيل بعض المقاطع من برنامجي الإذاعي، يعني كانت فقط استعملها كأرشيف. ولكن بشهر 7/2018 قررت اني طور هيدي القناة وبدأت رحلة المليون، ولهالسبب ايضا حطيت تاريخ كل حلقة من الحلقات. بتمنى ان تنال اعجابكم، انكم ايضا تستفيدوا من هيدي المعلومات النفسية الموجودة بهيدي المقاطع. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. 1% 99% من تغير الأشخاص، إن كان حبيب أو صديق، نحن السبب وراء هيدا التغير. نحن اللي دفعنا هيدا الشخص بطريقة غير مباشرة إنه يتغير ويقلل من احترامنا ويتجاهلنا أو يتركنا. شو هي هيدا الأسباب؟ أو كيف تصرفنا لدفعنا هيدا الشخص يتغير ويصير يعاملنا بطريقة مش منيحة أو بطريقة ما بتليق بقيمتنا أو بكرامتنا؟ أولاً وقبل كل شيء، بأي علاقة بتفوتوا فيها، إن كانت علاقة غرامية أو علاقة صداقة، لازم كتير منيح تكونوا عارفين قيمة نفسكم، تعطوا قيمة لنفسكم. وكما تقول، يعني في مقولة شهيرة بتقول: إذا وضعت أحدهم فوق قدره فتوقع أن يضعك دون قدرك. وما في أي إنسان لازم أنت تكون بحاجة لإله أو تخضع لإله لأنك بحاجة لإله. لازم تكتفي ذاتياً وتنظر لقدراتك وتطور مهاراتك، تطور مهاراتك الذاتية، وحاول أنه عملك دايماً يكون مستقل عن كل الأشخاص، ودايماً تخلق قدرات ومهارات أنت تتميز فيها عن غيرك، وتكون سلاح بإيدك أو سلاح بإيدك. من النساء بيربطوا صورة نفسهم وصورة ثقتهم بنفسهم هي بنظرة الحبيب أو الزوج لإلهم، فلما يحسوا إنه هيدا الحبيب تخلى عنهم أو خانهم أو جرحهم، هون بتتكسر صورة المرأة بنفسها. يعني ممكن تصير تحس حالها مش حلوة، ممكن تصير تحس حالها غبية، ممكن فاشلة تحس حالها، يعني كل هالأمور بتتشكل عند المرأة نتيجة لإهانة الرجل لإلها أو جرحه لكرامتها ولنرجسيتها. شو عملت؟
صراحة هيدا الموضوع يتطلب جهد وقت وصبر. تذكروا هالثلاث كلمات كرمال انتو تسترجعوا اعتباركن وتنجحوا وتخلوا الشخص يندم لما يشوفكن صرتوا اشخاص ناجحين ووصلتوا على اماكن افضل من اللي هو فيها. بهيدي الطريقة واحدة بتخلوه يندم عليكن ويندم على اهانتكن، وبالتالي بتكونوا عاقبتوه اشد عقاب. لازم من بداية العلاقة نكون على طبيعتنا وعلى تصرفاتنا، يعني بصفاتنا الجيدة والسيئة لازم نظهرها من بداية العلاقة، مش نلعب دور معين أو صفات معينة ببداية العلاقة ومن بعدها نتغير 180 درجة، لأن صدقوني هيدا التصرف رح يأثر سلبا على العلاقة بينك وبين الشخص اللي بتحبه. رابع حركة هي لمس الشعر، يعني منلاحظ الشخص دايما عم يلمس شعره هو عم يحكي معنا، يعني مش مرة واحدة بيلمسه، منلاحظ تكرار انه كذا مرة عم بمرر ايده على شعره، وهيدا دليل انه هيدا الشخص عم بحاول يبين باجمل صورة قدامنا. اولا وقبل كل شيء، الرجل النرجسي يعتقد انه هو شخص كامل الاوصاف، يعني مقطوع النظير، ما في له تاني على وجه الارض. حاولي هون ما تعطي قيمة لانجازاته، يعني مهما كان عم بعظم بنفسه وبانجازاته وقد ما كان عم يحكي بطريق مبالغة عن هالانجازات قد هي كبيرة او هي عظيمة او عم يحكي عن نفسه بشكل عام، حاولي استخفي بهيدي الانجازات، يعني بيني له انه هي شغلة كتير عادية وكتير طبيعية واي شخص قادر يعملها، وحتى انت سبق وعملتي انجازات وفيك تبلشي تخبريه عن انجازاتك حتى اذا ما سألك ما هي انجازاتك. واتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. هون اذا انت شاب شو بدك تجاوب؟ بتقول اوكي مش مشكل، عراحتك، بحكيك الاسبوع القادم. ما تصر، يعني ما تقول لا شوفي عندك ولا وشو عاملة وتقعد تستجوبها، لانه هيدا الاسلوب قد يؤدي الى نفور الفتاة منك حتى اذا كانت معجبة فيك. فالجواب المثالي انك تقول اوكي مش مشكل، عراحتك، بحكيك الاسبوع القادم، وبتنهي انت المحادثة بطريقة لبقة. كيف يعني يتجاوز الخط الأحمر؟ خلينا نعطي مثال. لو اعتبرنا انه بحياة كل شخص في ثلاث دوائر، اول دائرة هي مخصصة للأشخاص لعلاقاتنا فيهم سطحية او علاقة رسمية نوعا ما، يعني صباح الخير مساء الخير فقط لا غير. تاني دائرة هي للأشخاص أو للأصدقاء المقربين، يعني اللي منحس حالنا مرتاحين لما نكون قاعدين معهم، أو للأشخاص اللي منحبهم أو للحبيب نوعا ما. ثالث دائرة قد يعتقد البعض إنه هي رح تكون لأقرب المقربين مننا وللأشخاص اللي منعشقهم إلى حد الجنون، بل على العكس تماما. هيدي الدائرة بتقول الدراسة النفسية انه هيدي الدائرة الاكثر قربا لإلك والاكثر قربا بالمسافة لإلك، مش لازم اي شخص يدخل لإلها، لان اذا دخل لإلها اي شخص فهو مهدد بالذوبان وبالاختفاء وبالانسحاب من حياتنا. هيدا السؤال هو اذا كنت رجل تسألها للمرأة ما هي الصفات التي تحبينها بالرجل، وإذا كنت امرأة بتسألي ما هي الصفات التي تحبها بالمرأة. هيدا السؤال بيكشف، صحيح بسيط وشائع، ولكن بيكشف عن اشياء كتير عميقة وفي وراء خلفية كتير عميقة، وأيضا هو باب لتفتح حوار عميق مع الشخص اللي بتحبوه. يعني هيدا ايضا بفيدكم اذا كنتوا عم بتلاقوا صعوبة بفتح النقاش او الحوار، فتأكد انه هيدا الشخص بحبك، لانه اللي بحب بسامح ولكن عشرت مش دايما نأذيه ومش نصير نستخف بمشاعره، لانه نحنا ضمننا انه خلاص
حيسامحنا. لا، هيدي النقطة بتكون تنتبهوا لها، بسامحكن ولكن ما تزيدوها، وما تصيروا تستهتروا فيه، وما تصيروا تستخفوا بمشاعره إذا أنتوا ضمنتوا إنه هيدا الشخص بسامحكن. لأن صدقوني قد ما سامحكن رح يوصل لمرحلة ويتعب ويحس حاله يعني كأنه صار مهان نوعا ما، وكأنه كرامته صارت مهانة نوعا ما. وإذا كان هو من النوع اللي عنده اعتزاز بقيمته، إذا لاحظ إنك عم تستغل حبه لإلك ودايما عم تغلط معه لحتى يسامحك، فهو رح يوصل لمرحلة ويوقف عن هالشي. فأهم شيء يسامحنا، وتأكدوا إذا سامحكن هو بحبكن، ولكن على شرط مش دايما تأذوا ومش دايما تغلطوا بحقه. هون مش بس هالشخص، كل الناس رح يشوفوا انه انت ما اهتمت بالنقد السلبي، ما اهتمت بالتجاهل، ما اهتمت بكل هيدي الطاقة السلبية اللي الناس اوقات بتبعت لنا اياها. وللأسف اوقات من اقرب الاشخاص، يعني اوقات من الشخص اللي منحبه واللي هو يعني حب حياتنا، اوقات تأتي الصفعة ويأتي الخزلان وتأتي الطاقة السلبية. بمجرد ما لقيت طاقة سلبية أو أي شخص عم ينتقص من قيمتك، هون تحيط نفسك بدائرة من الأصدقاء الإيجابيين. حتى إذا كان صديق واحد إيجابي فهو بغنى عن آلاف وملايين الأصدقاء السلبيين اللي دايماً بيعطوك طاقة سلبية وما بيحفزوك وما بيشجعوك لتطور نفسك ولتطور قدراتك ولتشتغل على شغفك. أو بحياة أي شخص، أي علاقة، صداقة أو زمالة أو علاقة حب أو أي علاقة اجتماعية بتقوم فيها، ما في حدا رح يعمل لك قيمة عالية إلا إذا كان توفر فيك هيدا العنصر المهم جدا. هيدا العنصر هو الطموح. شو يعني الطموح؟ طموح إنه دايما يكون في عندك أهداف كبيرة، دايما يكون في عندك أعمال وأشياء تعملها ذو قيمة عالية وذو قيمة كبيرة. ورح أقرأ عليكم حرفيا ماذا كتب عن هذه الشخصية. هي أولا وقبل ما أقرأ لكم، هي هيدي الشخصية أي المغناج بتلعب على مبدأ نفسي اسمه جاذبية الإحباط. كيف يعني جاذبية الإحباط؟ رح أقرأ لكم النص. المغناجون هم أكبر أسياد اللعبة، يزاوجون بين جيئة وذهاب، ما بين الأمل والإحباط. يعني بيروحوا وبيرجعوا طول الوقت، لما يروحوا بعيشوك حالة الإحباط وبيرجعوا برجوعهم بيعطوك هيدي الجرعة من الأمل، وهيك بعيشوك حالة التخبط الدائم تتصرف بموجبة. يعني مثلا لما هيدا الشخص يهددك انه بدي اتركك، بدي احذرك، انا ما بهمني امرك، او يحكي اي جملة ويكون ناطر منك تترجى او يثير غضبك بطريقة او باخرى، هون انت لازم تقول هيدي الجملة. وهيدي الجملة هي جملة الى وقع السحر على الشخص اللي عم يتصرف معك بهيدي الطريقة. يعني بمجرد ما قالك بدي احذرك او بدي اتركك او ما بهمني امرك، هون مباشرة لازم تقله عراحتك، أو مثل ما بدك، مثل ما بيريحك. بهيدا الفيديو حكينا عن الفيلوفوبيا، رهاب الحب أو الخوف من الحب. باختصار الشخص اللي بيتهرب منك مع إنه بحبك هو بيعاني من عصاب نفسي أو من اضطراب نفسي اسمه الفيلوفوبيا، رهاب الحب.